موجز الأحداث الوطنية على قناة الحدث الإفريقي. يترأس الملك محمد السادس يوم الأربعاء 7 رمضان الأبرك 1444 هجرية موافق 29 مارس 2023 بالقصر الملكي بمدينة الرباط الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى الدرس بين يدي الملك أحمد التوفيق وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية متناولا بالدرس وتحليل موضوع ثمرات الإيمان في حياة الإنسان انطلاقا من قول الله تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وستبث الدروس الحسنية مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 5 مساء. توجت البطلة المغربية خديجة المردي مساء يوم الأحد بلقب بطولة العالم للملاكمة سيدات التي تجرى منافساتها بنيودلهي، وأحرزت البطلة المغربية الميدالية الذهبية بعد تفوقها في المباراة النهائية على منافستها الكازاخستانية كونكيبا بيفالازات. قال رئيس الفيدرالية المغربية لناشرية الصحف نور الدين مفتاح بحضور قيادات الفيدرالية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخارق أن صورة المجلس الوطني للصحافة والجسم الصحفي ببلادنا مهددة بانتكاسة حقيقية لما يحاك في اجتماعات هنا وهناك من أجل خرق القانون المنظم لهذا المجلس ولدستور المملكة. وأضاف أن غيرتنا في الفيدرالية المغربية لناشرية الصحف على صحافتنا هي من تدفعنا إلى أن نترافع وبكل صدق عن سلامتها وسلامة الوضع الاجتماعي للصحفيات والصحفيين. وشدد نور الدين مفتاح على أن المجلس الوطني للصحافة ليس في ملكية أحد، وأضاف أنه لا مجال للإقصاء ولا بد من احترام القانون من أجل إصلاح حقيقي لمهنة الصحافة. وفي نفس السياق عبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل عن تفهمه للإدراك العميق ولتخوف الفيدرالية المغربية لناشرية الصحف وكذلك لصحفيي الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال لما يدار في الخفاء حول تطويق المجلس الوطني للصحافة والقفز على النصوص القانونية المنظمة له في ظل دستور المملكة الضامن للسير العادل للمؤسسات. انعقد يوم الاثنين الماضي بالرباط أشغال اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية التي خصصت بشكل أساسي لإغلاق حسابات السنة المالية 2022. وبهذه المناسبة شدد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل خلال ترأسه أشغال الاجتماع على أهمية موائمة حكمة الشركة، مشيرا إلى ضرورة ضم الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة كعضو في مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية. وفي ختام هذا المجلس وافق الأعضاء الحاضرون على عقد الجمعية العامة العادية في يونيو 2023 يشير البلاغ. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.